تعالوا نعمل النهاردة أكلة بناكلها دايماً برا البيت، هنعمل تشيكن كيف. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بطريقة سهلة وسريعة. أول حاجة هنجيب صدور فيليه ونفتحها بالشكل ده. هنتبلها ببصل بودرة، ثوم بودرة، شوية بابريكا، وفلفل أسود وملح، وندلكهم بالشكل ده. في بولة فاضية هنحط ربع كوباية زبدة ونص كوباية جبنة موزاريلا وشوية بقدونس مفروم وحبة زيتون مفروم، ثلاث فصوص ثوم مفرومين ومعلقة كبيرة زعتر، وآخر حاجة شوية ملح وشوية فلفل. وهنهرس كل الخليط ده مع بعض. ودلوقتي هنحشي الفراخ بتاعتنا. بعد كده هنحط الفراخ أول حاجة في الدقيق، وبعدين البيض، وبعدين بقسماط. دلوقتي هنقليها في زيت غزير سخن جدا. بعد ما تاخد لون خفيف كده هنوطي النار عشان نتأكد إن هي استوت من جوه. وكده نبقى عملنا تشيكن كيف في البيت بطريقة سهلة قوي وطعمها يجنن. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.